حتى الاسعار استغربت مم. الاسعار هون مثل فرنسا لا والله مع فارق الرواتب الاسعار عندنا مثل فرنسا والله في اشياء اولا ما ننافس بشي يعني ما... <applause> لا, لا انا استغربت انه يعني مثلا الاكل هو نحن والهان مشان والهان مشان ما يختلف مش <applause> عليكم شيء مشان نحن هدول المغتربين السوريين هي ما يغير <applause> عليهم شيء يجوا لهون يلاقوا كل شيء مثل ما متعودين عليه بس بالضبط. انه عن جد هالقد الاسعار بالنسبه للي عايش برا مقاربه يعني هلا لل... سهله م. لانه انت في هنيك يعني حاطين لك الحد اللي انت تقدر تعيش كامل شهر بتدفع اجار بيتك ومي وفواتير وكذا حاطينك ما حدا بيحتاج م. يعني طبيعه حياتك انت موجود كل شيء متوفر ومامن لك ما ممكن تحتاج شيء من حدا اذا عرفت كيف تصرف هذا هنيك اوكي يا جيت لهون لقيت مثلا يعني سعر بدك تقول سعر اللبن او مثلا فعل فعلا مثلا الخضار الفواكه كتير قريب له م. كتير قريب له السعر طب آآ 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 هل هلا في ناس ممكن تقول لك ها طلعت لسنتين على فرنسا صار ما عاجبها الوضع هون لا بالعكس انا ثلاث سنين يعني اول ما وصلت لهنيك بلشت اعطيهم محاضرات بدكم تتعلموا روحوا تعلموا من سوريا ها. روحوا شوفوا سوريا كيف بنعيش نحن حتى المدرسه تبعيتي قلت لها انتم شعب فقير هون قالت لي صح قلت لها أنت لو شعب بائس يعني الديب الدي الديبريشن اللي عندكم هذا لحاله بده يعني شيء لا يحتمل اه عندهم ديبرشن بباريس نحن آه. ما بتتخيل نحن يعني. عنا ما عندنا ابدا لانه ما شو يعني عندنا لا, ب... أ... لا لا عندنا بس مو هيك <applause> لسه انت بتشوف في الشارع في ناس سلم عليه إيه؟ هنيك اذا بتسلم على حدا بيتفاجئ فيك انه ليش عم تحكي معي لهي الدرجة يعني انه ما بصير تحكي معي اذا بدك تشوف طفل بالشارع او بالقطارات او هذا بتبتسم له الغريب انه اهله بيستهجنوا مم. ما بصير يعني شو تتعامل مع يعني ما بصير يعني تكون هيك مم. عرفت مثلهم برم... يعني برمجه العلاقات عندهم مختلفه تماما هن ستريس الضغط اللي عايشينه يعني بخليهم غصب عنهم الظاهر يكونوا تقليلهم كنت اقول لهم روحوا شوفوا عن... يعني بدك تاخذ موعد من طبيب قال لبعد شهرين قلت لهم تعالوا شوفوا عنا <تصفيق> <تصفيق> نحن نفوت وبنعمل كذا بدك تعمل ورقه معينه بدك ت... لا فعلا الادمنستريتيف عندهم والمعاملات عنا افضل بألف مره لا بقى وحياه عيوني انا تفاجات عنا نحن النافذه الواحده خمس دقائق اخذت ثلاث اوراق انا انت بتعرفي شو بدك تسمعي قصص على هي التصريح تبعي انا, بحكي ضميري ما رح اكذب بفرنسا انا تعذبت بالاوراق يعني م. كانت ورقه صغيره بدي جيبها والله العظيم بجوز انا بباريس لا 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 الكل هيك ما ضايجين من حالهم لان رفقاتي الفرنسيين لما اسالهم يقولوا لي معليش نحن الادمنستراتيف عندنا صعب شوي بعرف هذا الشيء ندايقك حرام أني كانوا كثير متعاطفين معي لان انا جديده ما بعرف يعني بنعمه وما نعرفانين يا شباب لا فعلا فعلا أه. انا بحكي ضميري والله يعني. بس المحرز